بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كان المؤلف رحمه الله يتحدث عن بيان أن المغضوب عليهم هم اليهود، وذكر ما يحق عليهم الوصف في ذلك من الآيات، ثم ذهب يبين أن المقصود بالضالين هم النصارى، فقال رحمه الله: وقال الله تعالى في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن اليهود مغضوب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدوا الطاغوت. وهذا في اليهود، لأنهم هم الذين مسخ الله منهم قردة وخنازير في قضية السبت التي ذكرها الله في سورة الأعراف، لما تحايلوا على شرع الله عز وجل، استحلوا ما حرم الله بالحيلة، مسخهم الله قردة وخنازير. فهم مغضوب عليهم، ودلت على هذا آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مغضوب عليهم. ولكن هذا لا يعني أن الغضب قاصر عليهم، بل يتناول كل من اتصف بصفتهم من هذه الأمة، من كل عالم لا يعمل بعلمه فإنه يكون مشابها لليهود، نعوذ بالله، ويستحق الغضب من الله عز وجل. وكذلك في النصارى، فإن القرآن دل على أنهم ضالون، والضال هو الذي يعمل بغير علم ويتبع هواه ويعمل بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فهذا ضال عن الصراط المستقيم. الأول مغضوب عليه لأنه تارك للصراط المستقيم، وهذا ما ضال لأنه يعمل على غير الصراط المستقيم. اليهود عطلوا العمل، وهذا يعمل لكنه يعمل على غير هدى وعلى غير صراط مستقيم، وهذا كما في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا لا شك أنه خطاب للنصارى الذين غلوا في المسيح وقالوا إنه ابن الله فالله جل وعلا حكم عليهم بالضلال، وأنهم يتبعون قوما من قبلهم ضلوا أيضا،
كما في الآيات الأخرى في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالنصارى هم الضالون في الأصل وهم القادة في الضلال، لكن يتبعهم كل من اتصف بصفاتهم من كل مبتدع يعبد ربه بالبدع والمحدثات، أو يعبد ربه على غير دليل وعلى غير علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. نعم. قال: واليهود، الشيخ رحمه الله يفسر الغلو بأنه مجاوزة الحد، يقال غلى القدر إذا ارتفع غليان الماء فيه وخرج عن حده، فهذا هو الغلو، هو الزيادة عن الحد المشروع. والنصارى غلوا في المسيح حيث رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية، فهم خرجوا عن الحد، خرجوا عن الحد في حق عيسى عليه السلام. ولهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لأن النصارى طوائف، منهم من يقول إن المسيح ابن الله، ومنهم من يقول الله ثالث ثلاثة، ومنهم من هو على الحق فيقول المسيح عبد الله ورسوله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. نعم، النصارى يتصفون بالغلو، يتصفون بالغلو وهو الزيادة على الدين على ما شرعه الله عز وجل، وأما اليهود فهم على العكس، يتصفون بالتقصير عن الحق وترك الحق. نعم، فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. أي نعم، لا شك أن اليهود يوصفون بالغضب، ولذلك يسمون بالأمة الغضبية، والنصارى يوصفون بالضلال، وهذا في أدلة كثيرة، فهم على طرفي نقيض، فاليهود مقصرون والنصارى غالون ومتجاوزون، وخير الأمور هو الوسط، وهو الذي نسأل الله أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه في قولنا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو الطريق الوسط بين الغالي والجافي. نعم، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. نعم، هذا صفة اليهود، أنهم يعلمون، عندهم علم، ولذلك سماهم الله أهل الكتاب، سماهم العلماء، لكنهم عطلوا العمل، أخذوا العلم وعطلوا العمل. والعلم إنما يراد للعمل، العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد للعمل، فإذا خلا من العمل أصبح لا فائدة فيه، بل أصبح حجة على صاحبه يوم القيامة. والذي يعصي الله على بصيرة أشد من الذي يعصي الله على جهل. نعم، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم، وأما كفر النصارى فهو أنهم أخذوا العمل وعطلوا العلم،
فهم يعملون بغير علم ولا يرغبون في العلم، بل يزهدون فيه ويقولون إنه يشغلنا عن العبادة، يشغلنا عن العمل. وهذه مقولة لا تزال على ألسنة الصوفية إلى وقتنا الحاضر، فهم ينفرون من العلم ومن العلماء ويشتغلون بالذكر والتسبيح وقيام الليل، لكن على غير علم. نعوذ بالله. وإذا قيل لهم اطلبوا العلم قالوا المقصود العمل، أما طلب العلم فهو يشغلنا عن العبادة. زين لهم الشيطان هذا، فهم ضالون من هذه الناحية، أنهم يعملون على غير علم وعلى غير بصيرة وعلى غير هدى من الله عز وجل. فلا بد من جمع الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال: ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. نعم، هذا صحيح، قول سفيان بن عيينة وغيره رحمهم الله: من فسد من علمائنا، يعني من علماء المسلمين، ففيه شبه من اليهود، لأنه أخذ العلم وترك العمل، بل فسد في سلوكه وفي عبادته، وكان المفروض فيه الصلاح في سلوكه وفي عبادته عملا بالعلم. وأن من فسد من عبادنا وزهادنا ففيه شبه من النصارى الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وهذا كما ذكرنا ينطبق على كثير من الصوفية اليوم، وهي ظاهرة عليهم، أنهم لا يجلسون في حلق الذكر ولا يجلسون عند العلماء، وإنما يشتغلون بالعبادة بزعمهم. والعبادة إذا كانت على غير علم فهي ضلال وليست هدى، وهي شقاء وليست سعادة، وهي تعب وليست راحة، ولا فيها فائدة، إنما فيها الضلال. فهم يبعدون عن الله سبحانه مع أنهم يظنون أنهم يتقربون إليه. نعم. قال: ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم، مع أن الله جل وعلا حذرنا من اتباع طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وأن نسأل الله أن يجنبنا طريقة الفئتين، فإن قدر الله نافذ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع هاتين الطائفتين، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن، وفي رواية سنن بالفتح، أي طريقة، والسنن الطريقة والسنن الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قذتي السهم، لأن السهم له قذتان متعادلتان حتى لا يميل في أثناء إرساله، كجناحي الطائر، قذتان كجناحي الطائر يعتدل بهما. حذو القذة بالقذة، أي كما تساوي القذة القذة الأخرى، يكون في هذه الأمة من يعمل بعمل اليهود والنصارى تماما، حذو كما تشبه القذة قذة السهم القذة الأخرى، حتى لو دخل اليهود والنصارى في جحر ضب، مع أن جحر الضب معلوم أنه من أعسر الجحور ومن أضيقها، لأن الضب يتخذ جحرا يلجأ فيه عن الطلب ويكون عسرا للدخول وعسرا في الخروج. فلو أن اليهود والنصارى دخلوا في هذا الجحر الضيق لوجد في هذه الأمة من يدخله تقليدا لهم، وهذا واضح كما أخبر به صلى الله عليه وسلم،
فكم نرى من التشبه باليهود والنصارى في الأمور التافهة التي لا قيمة لها والتي هي مذمة ومنقصة، لكن هؤلاء يعتبرونها كمالا ويعتبرونها رقيا وحضارة وتطورا. لما كان اليهود والنصارى يعرون نساءهم ويخرجونهن إلى الأعمال الشاقة ومخالطة الرجال، وجد في هذه الأمة من يدعو إلى ذلك ويرغب فيه ويحبذه، بل ينفذه في نسائه وبناته، وتقليدا لليهود والنصارى. يظن أن اليهود والنصارى ما وصلوا إلى هذه المنزلة في الصناعة إلا بسبب تعرية نسائهم وسفور نسائهم، وكذلك في بقية الأمور من حلق اللحى ومن توفير الشوارب ومن إلى آخره، وفي اللباس، وفي يقلدون اليهود والنصارى ويعتبرون هذا من الكمال. ينظرون إلى ما بأيدي اليهود والنصارى الآن من الثروة ومن السلاح والمخترعات، ويظنون أنهم وصلوا إليه بهذه الترهات، في حين أنهم إنما وصلوا إلى هذا بالجد والاجتهاد في طلبه وتعلمه. أما هذه الترهات فإنها لا توصل إلا إلى الأخلاق الذميمة. فهم وإن تطوروا في صناعاتهم ومخترعاتهم إلا أنهم منحطون في أخلاقهم وسلوكهم. نعم، صلى الله عليكم. وروى البخاري في صحيحه الحاصل أن الشيخ رحمه الله يقول مع أن الله ورسوله حذر من اتباع اليهود والنصارى، إلا أنه قضى الله أن يكون في هذه الأمة من يتبعهم، هذا قضى وقدر، والله قضى عليهم بذلك عقوبة لهم. فإن الإنسان إذا أحبهم وإذا رأى فيهم رفعة قلدهم وتبعهم في ذلك، فالله عاقبه بهذه المصيبة. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. نعم، في الحديث الذي قبل هذا قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أتعني بقولك لتتبعن سنن من قبلكم، أتعني بمن قبلنا اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني لا أعني إلا إياهم. وفي هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون، حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع، في أنهم يتبعونهم في كل شيء. في الحديث الذي قبله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهم يتبعون اليهود والنصارى في أتفه الأشياء وأحط الأشياء، لأنهم يرون أن هذا هو الكمال وهذا هو الرقي. فقالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ وفارس هم الشعب المعروف في المشرق، والروم هم الشعب المعروف في المغرب، وكلا الفريقين من الكفار. ويوجد في هذه الأمة المحمدية من يأخذ مأخذ هاتين الأمتين، أمة الفرس وأمة الروم، ويترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشبه بهؤلاء. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر بما سيقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر منه معناه التحذير، ليس مجرد الخبر، وإنما هو معناه التحذير لهذه الأمة ألا تغتر بمن تشبه باليهود والنصارى، بل عليها أن تتجنب هذا وأن تبتعد عنه إذا حصل وإذا وقع. نعم. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. نعم، مضاهاة لليهود والنصارى ومضاهاة للأعاجم من الفرس والروم، وكلا المضاهاتين كلاهما مذموم. لا مضاهاة اليهود والنصارى مع أنهم أهل الكتاب، ولا مضاهاة الأعاجم الذين لا كتاب لهم. نعم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، التشبه بأهل الكتاب والتشبه بالأعاجم، لما في التشبه بهم من النقص، ولما فيه من أن الإنسان إذا تشبه بهم في الباطن، إذا تشبه بهم في الظاهر فإنه يتشبه بهم في الباطن بلا شك. ولهذا سيأتي في قول الشيخ أن هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أنه يقتضي بظاهره، أنه يقتضي بظاهره تحريم التشبه، وإن كان يقتضي في باطنه أن التشبه كفر، لقوله فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ومعنى منهم أنه يكفر بذلك. وهذا فيه تفصيل كما يأتي، التشبه قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون كفرا. فإذا تشبهنا بهم في دعاء الأموات والغلو في الصالحين وبناء المشاهد على القبور فهذا كفر، هذا تشبه كفري، كفر أو يؤول وهو وسيلة إلى الكفر. وأما إن يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب أو يكون محرما على حسب المقامات. نعم. وقد كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن يعني لا تفهم أيها السامع أن قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها، لا تفهم أن الأمة كلها ستعمل هذا العمل، بل إن من يعمل هذا العمل إنما هو بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة، ولكن لا تزال بقية باقية على الحق لا تتحول عنه ولا تتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بالأعاجم، وهم الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا فيه أمران، الأمر الأول التحذير من التشبه باليهود والنصارى والأعاجم، والأمر الثاني أن في هذه الأمة بقية لا تسلك هذا المسلك، فعلينا أن نكون مع هذه الطائفة، أن نكون مع هذه الطائفة الثابتة على الحق. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نعم، هذا من البشرى، الحمد لله، أنه مع كثرة من يقلدون اليهود والنصارى ويتشبهون بهم، فإن في هذه الأمة طائفة ثابتة على الحق ولا تسلك هذه المسالك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. الحمد لله. هذا فيه دليل على حجية الإجماع. أي نعم، كما هو عند الأصوليين، فإن هذه الأمة لا تجمع كلها على ضلالة، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ولا يتبع الضلال. وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم معناه الحث على أن نكون مع هذه الطائفة الباقية على الحق الثابتة عليه، وألا نذهب مع الكثرة التي راحت مع تقليد اليهود والنصارى ومن ضاهاهم. نعم. قال: فعلم بخبره أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. نعم، هذا مقتضى خبره صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه مع كثرة الشر فإن الخير موجود في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تضل كلها،
وإنما يضل بعضها ويبقى البعض على الحق. وهذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته من ناشئة المسلمين الذين ينشأون على الخير ويسلكون طريق الحق من غير غلو ومن غير جفاء، بل يأخذون منهج السلف الصالح بحكمة وروية واعتدال، لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف. ثم أيضا نبه رحمه الله في آخر كلامه إلى أن هذا التشبه باليهود والنصارى ليس معناه أن من تشبه بهم يكفر ويخرج من الدين، بل معناه أنه يكون على شعبة من النفاق أو شعبة من الكفر أو شعبة من الضلال، لكن لا يحكم عليه بالكفر، بل يحكم عليه بأن عنده شعبة من الكفر أو شعبة من النفاق. نعم. قال: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا. نعم، يعني لا يفسق الفسق المخرج من الملة، أو لا يفسق الفسق المخرج من العدالة. قد يكون التشبه كما ذكرنا سابقا قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون معصية من الصغائر. التشبه يختلف، فلا نحكم على كل متشبه بأنه كفر أو أنه فاسق، بل نحكم عليه بمقتضى العدل ومقتضى الدليل. لكن على العموم فالتشبه بالكفار لا يجوز، سواء كان كفرا أو دون ذلك، أو كان فسقا أو كان معصية. لا نتساهل في التشبه بالكفار. نعم. قال: بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. قد يكون خطأ إذا لم يقصده المتشبه، ما قصد، ولكن رأى الناس يعملون هذا وهو على جهل، وظن أن هذا لا بأس به فأخذه، فهذا عن خطأ لم يتعمده. فإذا المتشبه على أربعة أنواع: إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون عاصيا، وإما أن يكون مخطئا. هذا هو العدل، فلا نغلو في الحكم على المتشبهين بأنهم كفار، ولا نتساهل فنقول هذا تقدم وهذا رقي وحضارة، بل علينا أن نعتدل في حكمنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. في نهاية لقائنا نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح، ونشكر لكم حسن استماعكم. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.